الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية هي أساس ل 100 مليون صحة وأساس للإجراءات الصحية اللي مصر بتتبناها من خلال المبادرات اللي حضراتكم شايفينها أو حتى من خلال استراتيجية وزارة الصحة المعنية بشكل أساسي لتعزيز الخدمات الصحية للمواطن المصري. اللي ما حدش يعرفه كتير إن الغذاء مهم جدا لصحة الإنسان، وإحنا غالبا ما بنعرفش الفرق ما بين الغذاء والتغذية، وهو الفرق ما بين الأكل اللي الإنسان بياكله علشان يعيش أو حتى الشرب أو الاحتياجات الحقيقية من العناصر الغذائية الهامة جدا للإنسان علشان يقدر أن هو يحصل فيه التمثيل الغذائي بشكل مظبوط. وبالتالي العلاقة ما بين الأمراض وما بين الغذاء شيء مهم جدا. وجود استراتيجية قومية النهاردة بنناقش صدورها بعد ورش عمل إن شاء الله تنتهي بعد 3 أيام علشان نقدر أن احنا نخرج بهذه الاستراتيجية اللي بتحط مسؤولية أمام كل وزارة في الدولة أمام عشان نقدر نطبق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. وبالتالي إذا احنا عايزين صحة آمنة لمواطن مصري يبقى لازم نبص على التغذية لأنها عنصر هام جدا. اليوم نتكلم عن إطلاق استراتيجية الغذاء والتغذية. اليوم المساهمة الرئيسية لجميع الجهات المعنية برفع الغذاء الصحي أو التغذية الصحية. نتكلم عن مبادرة 100 مليون صحة، نتكلم عن مبادرة حياة كريمة، نتكلم عن كيف نصل ل 60 مليون نسمة اللي هم نكافح الجوع ولكن في نفس الوقت من خلال تغذية صحيحة. UNICEF specifically, of course, our interest is in children and the damage done by stunting is done by the time the child is 2 years old. So if we don't get it right in the first 2 years of a child's life, the stunting is permanent. So we're very keen as the UN's children's agency to be a central part of this discussion, and we are. And we've been supporting the Ministry of Health and other actors and the National Nutrition Institute over the last 10-12 years on a number of key moments, a number of key documents, key strategies that bring us to where we are today. So today is about looking at the detail of the strategy and seeing what it will take to translate that strategy into action. العمل المنتصب والمشترك في الزراعة والصحة يمكن أن يكون له فوائد محتملة كبيرة ويحد بشكل كبير من المخاطر التي يتعرض لها الفقراء. ومن المؤكد والمعروف للجميع أن الزراعة تؤثر على الصحة والصحة تؤثر على الزراعة، وكلاهما بدوره له آثار عميقة في الحد من الفقر. لذا فإنه يمكن لعملية الإنتاج الزراعي ومخرجاتها أن تساهم في تحسين الأوضاع الصحية بشكل عام، وذلك لأن الزراعة أساسية للصحة الجيدة من خلال إنتاج الغذاء والألياف والمواد المغذية والنباتات الطبية. وأيضا يؤثر انتشار سوء التغذية والأمراض على الطلب بأسواق المنتجات الزراعية، ففي قطاع الزراعة يكون العمال ذو الصحة السيئة أقل قدرة على العمل، وهو وضع يحد من الإنتاجية والدخل ويزيد من إمكانية تعرض الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للخطر. كما تؤثر الزراعة على ما إذا كان لدي الناس ما يكفيهم من الغذاء، وما إذا كانت ذات قيمة غذائية كافية، وما إذا كانت آمنة، وكل ذلك يؤثر على صحة الإنسان. There are 3 elements which are extremely important to move forward. One, this is not a social cost. This is an investment. This is an investment in our children and in our future. And the only way to do that is to have a good practical program which has technical solidarity and make it replicable. Finally, to make it sustainable. To make it sustainable, we need to be working with people, with our ears to the ground, listen to them, address their immediate need, but at the same time, move them forward and working with them to be part of that process, to own that process. طبعا وجود المبادرات الرئاسية السابقة زي مبادرة الأنيميا وزي مبادرة السمنة والتقزم وكل المبادرات الموجودة دي بتدينا فكرة عن حجم المشكلة عندنا في مصر، ونبتدي نقدم الحلول التغذوية. وجود استراتيجية كمان موجود، ده بيخلينا نعرف حجم المشكلة ونبتدي كمان نجهز الماليات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية. إن شاء الله بإذن الله في خلال 10 سنوات القادمة من 2030 هيبقى فيه حلول لكتير من المشاكل التغذوية اللي بتعاني منها مصر.